حالكم مع الله؟ كيف الشيخ؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ معلش القصة دي عجباني وعايز أقولها تاني، تسمحوا لي أقولها تاني؟ صلى الله عليه وسلم. حتى لو كنت سمعتها قبل كده بس سمعها تاني. تدفع كم؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يذكر أن أحد المشايخ صراحة أنت منور. يذكر أن أحد المشايخ راحت نفسه، والنفس دايما أمارة بالسوء، نفسه ياكل حتة بسبوسة بالقشطة. طبعا الزمن الحلو بتاعنا ده ملوش في الموضوع ده يعني. الشاهد ايه؟ ان الشيخ لما ربنا يسر له بقى ودبر قرشين وراح بقى جاب حته بسبوسه سخنه كده وعلى وشها طبقه قشطه جميله وشايلها في ايده كده شربه وماشي في الشارع بيحلم بقى انه يروح هو والحاجه يقعدوا ياكلوها كده على ايه؟ على رواق وماشي وشايلها كده فوجئ ان راح الواحد جاي من وراه خطفها وجري. لو انت تعمل ايه؟ لا يا بجد قول لي لو انت تعمل ايه؟ صار الشيخ يجري خلفه ويقول قد وهبتها لك قل قبلت كلها حلالا. ايوه استنى ما تجريش، انا اديتها لك، قول بس انت ايه؟ قبلت عشان تبقى حلال، كلها حلال. هي دي نفسيه حب الخير للناس اللي احنا محتاجينها اليومين دول في الجو اللي احنا عايشينه ده، جو صعب، ان احنا نحب الخير للناس. مش احب ان الناس تدخل جهنم، بالعكس انا احب ان المسلمين يدخلوا الجنه، احب ان الظالم يتوب من ظلمه، واحب ان العاصي يتوب من معصيته، واحب ان اللي فاهم غلط ربنا يفهمه. مش سيدك النبي قال كده لما قال له لو ان اردت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت؟ قال له ايه؟ لا اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. في ناس مضلله كتير محتاج ان احنا يفهم، فيا رب فهمهم يا رب. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. كنا بنقول بقى ان في ذنوب خطيره جدا وافات بتمنع تطبيق الشريعه. في افات، في ذنوب يا جماعه مهمه وخطيره جدا الى ابعد حد، هي اللي بتبث الفرقة في قلوب الناس. معاصي محددة ومعينة، عشان كده بقول لك لازم نفقه كلمة كده ايه؟ انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. ان ربنا جل جلاله قال ان الذين تولوا ملتقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. في ذنوب محددة بتجيب نتائج محددة. العداوة دي سببها ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يبقى نسيان بعض الشريعة يجلب هذه العداوات والفرقة. إن في ناس حط في دماغه بس قضية الجهاد ونسي بقية الدين، لازم يحصل عداوات. في ناس حط في دماغه بس قضية مش عارف ايه، اي قضية بقى؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منه في شيء. إنك تفرق الدين، تقسمه، ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خد الدين جملة. ما تسيبش منه حاجة، الدين لا يقبل التقطيع ولا الترقيع ولا القطاعي ولا التقسيط. كل حته واحده. ما تقولش ايه؟ ربنا رب قلوب، ادام هنا ابيض خلاص. لا، ربنا رب القلوب ورب اعمال، صح ولا لا؟ ورب اعمال، ما ينفعش ان يبقى هنا ابيض وانت ما بتصليش او ما بتصليش كويس او بتفول بعد الصلوات، ما يبقاش ابيض، يبقى ايه؟ اسود. لو هنا ابيض
كنت خدت الشرح كله. مثالي هنقول بقى برضو بالترتيب، ترتيب الامور نفسها وهي ماشيه معانا كده. ايه الذنوب اللي بتؤخر النص وتضيعه، وايه الذنوب اللي بتجلب الموت، ايه الذنوب اللي بتمنع تطبيق الشريعه، ايه الذنوب اللي بتجعل الفرقه بين الناس، ايه ايضا الذنوب. بعض الذنوب لك توجب نسيان الله لعبده، نسيان الله لعبده. قال الله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويخبطون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يبقى أول حاجة يا أخي بتجلب نسيان الله لعبده النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق. النفاق معروف أن تظهر خلاف ما تبطن. النفاق ده مصيبة كبيرة يا عم الحاج. منه إذا حدث كذب وإذا وعد، دي الذنوب اللي بتجلب النفاق بقى. إن من الذنوب ذنوبا تجلب النفاق. الكذب، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومن اجتمعن فيه كان منافقا خالصا. خمس حاجات أقولهم تاني يا أخي يا بنضارة، أنت عارفهم أكيد، أنت شيخ من زمان. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، ده منافق. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ده مش أنا اللي بقول كده، ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي قال كده، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم منافق. يبقى الكذب، اللهم تب علينا من الكذب. أنا لسه قلت في خطبة الجمعة اللي فاتت إن المصيبة الكبيرة إن في أمراض قلبية إذا وقعت في الإنسان تجمع كل الأمراض الأخرى كأمراض البدن. بيقول كده اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. لو ابتلي إنسان بمرض السكر اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب. اللي ابتلي بمرض السكر مثلا تلاقي السكر يأثر على العين ويأثر على الكبد ويأثر على الأعصاب، اللهم اشفهم يا رب امين. اللهم اكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم اشف كل مريض مسلم وكل مريضه مسلمه يا رب. الشاهد ايه هنا؟ في امراض قلبيه زي كده اللي في قلبه مرض الكذب تلاقيه بيجمع كل الامراض التانيه. تلاقي الكذاب منافق وتلاقيه حرامي صح؟ ونصاب كذاب بكذبه وتلاقيه 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 اللي ذكرناها في خطبتكم على المادة يا باقي الطمع. الطمع اللي مريض بمرض الطمع اللي في قلبه مرض الطمع تلاقي الطمع ده يجلب كل الأمراض التانية. الطمع ده تلاقيه كذاب صح ولا لا؟ ومنافق ونصاب ولا لا؟ طمع. اللهم طهر قلوبنا. كذلك المرض ده بقى مرض النفاق، لازم تلاقي المنافق يكذب. لا يمكن يكون منافق وما بيكذبش، مستحيل. صفة أصلية في المنافقين إنهم كذابين. اللي يقول لك المنافق ده هو منافق بس ما بيكذبش، ما ينفعش ما ينفعش. قلنا كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور، فكل فاجر كذاب وكل كذاب فاجر. دي قاعدة، ده قانون من سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قول هنا إيه؟ إن الذنوب اللي بتجلب النفاق الكذب وخلف الوعد والفجور في الخصومة إلى آخر الخمس حاجات اللي قلناهم. النفاق نفسه بقى بيجيب نسيان الله لعبده، ولما ربنا ينساك
أنت؟ قلت لكم القصة دي قبل كده زمان قوي. كنت مرة ماشي في المدينة، مدينة سيدنا النبي، يا رب ما تحرمناش من الحج والعمرة يا رب. وقدم علينا نعمة الحج والعمرة، ويسر لنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم تقبل منا الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. ماشي في المدينة وقابلني أخ، أول ما شافني بعيد جري 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 وخد الحب جامد قوي كسر ضلوعي، وقعد يعيط ازاي يا محمد؟ عامل ايه؟ وحشني. ففكيت منه كده ووصف وشه، ايه ده انت مش عارفني؟ قلت له لا والله مش فاكر، فكرني. ويقعد ويعيط انا احمد مش عارفني؟ ازق بيك يا شوال، لا مش فاكر والله، فكرني. ويعيط زياده، فما بالك لو ربنا نسيك؟ تعمل ايه؟ او انت مش حاسس ان دي اعظم من عذاب جهنم على قلب المحب؟ اللي بيحب ربنا بقى يبقى اصعب عليه ان ربنا ينساه من انه يدخل جهنم. ربنا لا يكلمه، ربنا لا ينظر اليه، صعب شاقه على قلب المحب. قال سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، في الاسباب اللي تستجلب نسيان الله عبده، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ودلوقتي بقى كتير بقى النهارده تسمع اللي بيأمروا بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم. علماءنا قالوا في يقبضون ايديهم يعني لا يدعون الله، لا يرفعونها في الدعاء. يبقى اللي ما بيرفعش ايديه ويقول يا رب نسي ربنا، ربنا بينسى. ارفع ايديك، ارفع ايديك، انت خايف ليه؟ ارفع ايديك كمان فوق، انت ارفع ارفع. ان الله يستحي ان يرفع العبد يديه اليه ثم يردهما صفرا خائبتين. انت حفظتهم عند دماغك ليه؟ ارفع على قد ما تقدر، ارفع قول يا رب يا رب يا رب انزل علينا مغفره منك في هذه الساعه، وتب علينا اجمعين، ومكن للدين واهل الدين. انت خايف ترفع ايديك ليه؟ ليه ما بترفعش ايديك كده؟ وسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم مش رفع يديه حتى سقط الرداء عن منكبيه، رفع يديه حتى راينا بياض ابطيه. ليه دايما عاملين كده؟ بترفع ايديك متكتف ليه يا اخي؟ ويقبضون ايديهم، دي صفه المنافقين. ارفع ايديك وارفع ايديك، ارفع ايديك للسماء. خايف ليه؟ ايه اللي منعك؟ مكسوف انك تذل لله؟ الشاهد ان من الذنوب ذنوب توجب نسيان الله لعبده، منها ايضا نسيان الاخره. ربنا جل جلاله قال ايه؟ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. اللي بينسى الآخرة ربنا جل جلاله ينساه سبحانه وتعالى. ومن الذنوب ذنوب تمحق البركة، بركة الرزق والعمر، وهي قطيعة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحب أن يوسع الله عليه في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. تمحق البركة، قطيعة الرحم. عمتك آخر مرة شفتها إمتى؟ وخدت لها هدية، ودعت لك، خالتك، ابن عمك وابن عمتك، ابن خالك وابن خالتك، و ابن اخوك وبنت اخوك، محرمك. صلة الرحم. النهارده زي ما الست الغلبانة قالت، الدنيا واخدة الناس في وشها، والناس نسيوا بعضهم المودات الحلوة بين الناس. من امتى ما قعدتش قعدة حلوة كده مع ابوك وامك واخواتك عند عمتك
تتكلموا مع بعض وتاكلوا وبعدين تروحوا. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، بحبك في الله بحبك في الله. المعاني دي راح تفهم من حياة المسلمين، راح تفهم، محتاجين إلى أحياءها عشان نحيي البركة. إحنا بنقول النهاردة إن الفلوس ما فيهاش بركة، بتطير صح ولا لا؟ ليه؟ ده أحد الأسباب، ده أحد الأسباب إن الحالف في البيع كاذباً. تروح تشتري حاجة يقول لك والله أنا شارب كذا، والله ده جالي فيها كذا، والله والله والله، تمحق البركة، تمحق البركة بكثرة الحلف. البركة تمحق أيضاً بعدم التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كلنا حافظين الآية دي وكتير جداً بنسمعها من الدعاء وتتردد، لكن ما فكرتش أنت مرة يعني هل أنت من المتقين؟ طب أنت متقي تتقي الله عشان تحصل بقى التمكين وتحصل كذا وتحصل كذا وتحصل كذا. التقوى، ما هي التقوى؟ أن يكون بينك وبين الحرام مسافة من الحلال، هي دي التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. معناها ايه يا عم مصطفى؟ انك تسيب الحرام والمشتبهات والمكروهات وشوية حلال عشان تبقى من المتقين. مش بس تسيب الحرام وتفضل تلف وتحوم حوالين الحرام تنحت فيه. ده اللي الرسول حذر منه وصلي عليه صلى الله عليه وسلم حين قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فمن اتقى التقين، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، خد براءه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. لما انت بتلف حوالين الحرام كده وتلف بقى، يا شيخ ده حرام؟ لا مش حرام. يا شيخ ده حرام؟ لا مش حرام. يا شيخ ده حرام؟ لا مش حرام. تروح واقع في الحرام، تقع في الحرام مباشرة اذا ظللت تحوم. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات. فطول ما الشهوات اللي مشغلاك، شهوة النظر، شهوة الكلام، شهوة السماع، شهوة الأكل والشرب، شهوة الفلوس، شهوة النسوان، شهوة الحلاوة إنك تبقى واد جميل وأمور وشكلك حلو والنسوان معجبة بيك، شهوة الظهور والعلو على الناس انك تبقى كبير والناس بتحبك والناس تعرفك والناس بتقول اسمك والناس بتجري وراك والناس بتقول لك ادعينا. هذه الشهوات اذا احاطت بك ضيعت دينك، ضيعت دينك. فمن الاسباب ايضا التي تمحق البركه عدم التقوى. الا يكون قولوا الحمد لله ألا يكون الإنسان من المتقين. إحنا قربنا نخلص، ما أنتوا زهقتوا مننا؟ طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذنوب لذنوب تجلب الأمراض والأوبئة. في ذنوب كده بتجيب المرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فشت فيهم الفاحشة حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافك. تاني عشان الناس اللي بره اللي بيسمعش يسمع بعد ما تصلي على سيدك النبي. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا واد يا أحمر اللي واقف على الباب صلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. أن هناك بعض الذنوب تجلب المرض. تجلب الأمراض والأوبئة. قال رسول الله وما فشت فيه الفاحشة. فشت يعني انتشرت حتى استعلنوا بها، بقت علني. نعم. طب تلاقي الزنا
في العربيات وانت ماشي على الكورنيش الواقفين على صح ولا لا؟ فشلت. سببها انتشر بقى الفشل الكلوي، فشل الكبدي، السرطانات. لسه كان الاخ بيقول لي زمان كنا نقول جاله المرض الوحش، حاجه نادره. النهارده كل يوم تسمع عنده ورم سرطاني. يا عم استر يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب، اللهم اشف كل مريض مسلم وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لما انتشرت الفاحشه انت كترت الامراض في هي كده، في ذنوب بتجيب ايه؟ بتجيب امراض والعياذ بالله. في ذنوب بتجيب ظلم السلطان. في هي كده ذنوب مهمتها انها تخلي السلطان يظلم ويأذي ويطغى. راحت فين الذنوب دي؟ اللهم تب علينا من كل الذنوب يا رب. ذنوب الامتثال تسلط الظلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. قلت لكم هشتري من الرجل كيلو عنب فحط صباعه تحت الميزان. يا ابني شيل ايدك. لفت طلعوا له الفلوس وحط صباعه تحت الميزان. يا ابني ما فيهاش ربع كيلو، مش هتفرق جنيه. لكن بقت ظاهره. نهاية كيلو سكر تروح تلاقيه مكتوب عليه 750 جرام. ان هات كيلو زيت تروح تلاقيه مكتوب عليه 900 مللي. خلاص لما انتشر ده انتشر بين المسلمين. واخطر منه بقى التطفيف في المعامله. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هي دي المصيبه الكبيره اللي بتسلم جور السلطان وشده المؤونه غلاء الاسعار وضعف الاقتصاد والبطاله وكل دي اسبابها التعامل الرديء بين المسلمين بعضهم وبعض. الظلم تلكوا الجنه. رحت مره اخلص معامله في مصلحه حكوميه والراجل مصمم يظلم. يا ابني اتقي الله. قلت له ما تسلطك ده هو اللي بيخلي بتاع انبوبه البوتاجاز يتسلط عليك. السباك يتسلط عليك والجزار يتسلط عليك، لان انت واحد منهم. لو انت ما تسلطتش المكواني مش هيتسلط عليك. لكن كله بيسلط على بعضه بسبب ان الصغير الفقير المحتاج المسكين بيظلم. فلما الصغير الفقير المحتاج المسكين بيظلم يبقى الكبير يفتر. صح؟ حلوة منك دي. أو كده مليني. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت كده في الأخوة: إذا أردنا صلاح أمر المسلمين أن أبدأ بنفسي. أنا الأول أصلح نفسي أنا. إن تبقى معاملتي مع المسلمين طيبة، وما أسرقش من حد، وما أظلمش حد، وما أذيش حد، وسامح وتنازل عن بعض حقوقي. انا الاول. لو انا وبعدين حضرتك وبعدين انت وبعدين انت، خلاص يبقى المجتمع كله كده. صح ولا لا؟ لكن كل واحد مننا مستني ان التاني هو اللي يبدا. قال انا اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ لازم تبدا بواحد يضحي من اجل صلاح هذه الامه. ايها الاخوه، هناك ذنوب تجلب الخسف والقذف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم: يكون في هذه الامه خسف ومسخ وقذف.
قالوا متى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقيان وشرب الخمر. يبقى كل ما الأغاني تكتر وتنتشر. القيان جمع قينة اللي هي الراقصة اللي هي المغنية اللي هي الفنانة. كل ما دول يكتروا أبشر سيأتي الهلاك. مش أنا اللي بقول كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشرب الخمر هلاك. الهلاك. لذلك النجاة من الهلاك أن يكثر الصالحون. قالت أنا أهل الكفير الصالحون؟ قال نعم. إيه؟ إذا كثر الخبث. إيه في نسبة وتناسب. إذا كثر الخبث يقل الصالحون، وإذا كثر الصالحون يقل الخبث. فلا بد من أن نعمل على كثرة الصالحين. معلش لسه معانا 20 نقطة. أقول واحدة منهم فقط الآن. واحدة فقط وهي هناك ذنوب تسيل النعم. هناك ذنوب تسيل النعم تمحق النعمة، وهي عدم الشكر. قال ربنا جل جلاله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يبقى الجوع والخوف عقوبة على ذنب أن لم تشأن كفرت النعمة. كفر النعمة يعني سترها وعدم الاعتراف بها. النهارده تجد الكلام ده قلته كتير قوي بقى، إن الناس كلها بتشتكي. أخبارك إيه؟ يتعيلي والله. الفلوس عاملين فلوس. حاجة كلام الفلوس من دول. هي فين الفلوس؟ إحنا لاقيين. طب والعيال عاملين إيه؟ طلعين عيني. والست السوق الطيبة مرارتك طيبة؟ إلهي يبتليك واحدة زيها. وهكذا يشكو من كل شيء. أين نعم الله عليك؟ رغم أن ربنا جل جلاله أمرنا أن نتحدث بالنعم وأن نستر البلاء. قال: وأما بنعمة ربك فحدث. عمرك عدى من حق بعد إذنك مع حد قال لك الحمد لله الفلوس ربنا مغرقنا نعم احنا لاقيين وديها فين؟ لا بس ربنا يرزقنا شكر النعمات والسوق. الله اكبر. طيب والاولاد ما شاء الله يا رب في بيت كل مسلم. لقيت حد بيقول كده؟ صحتك عامله ايه؟ كده 100 تمام. انت حد بيقول كده النهارده؟ محدش يتحدث بنعم الله، لكن تساله عندي شويه صداع دماغي هتنفجر. عشان فشل ليه يا عم الحاج؟ اللهم استرنا واعفو عنا يا رب. يا اخوه معلش، يجب ان تتعلم ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول. اوعى يبقى شغلتك انك تقعد تشتكي ربنا وعندي كذا وبعمل كذا وجرالي كذا وحصل كذا و اعكسها. تحدث بنعم الله. هذا اسمه كفر النعم. كفر النعم اللي هو ايه؟ سترها وعدم التحدث بها والتحدث بخلافها. ده اسمه كفر النعم. كفر النعم ده بيجيب ايه؟ سلب النعم. سلب النعم ان تسلب منك النعمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيدة عائشة فوجد كسرة من خبز شعير على الأرض فنفخ عنها التراب
عنها التراب ثم أكلها وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. إذا النعم طارت مش جديدة. صح. قلما فرت عن قوم ثم تعود. قليل جدا لما ترجع. فعشان كده وصيتي لكم وأنا أحبكم في الله. أول شيء كونوا هينين لينين. المؤمنون هينون لينين. اثنين أن نتواصى أن يبدأ كل منا بنفسه يحسن أخلاقه. ثلاثة اشكروا نعمة الله ولا تكفروها لكي لا تزول النعم. أحبكم في الله. وهذه المدرسة الربانية نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.